واحد السيده عاد شدات بيرمي وعلقات البلاكه 90 هذه بالضبط بالضبط اللي كتشوفوا. علاش هذه ماشي كتلصق وتبقى ميته تما، كتلصق مره تلصقها هنا فيها وما كطيحش، مره تلصقها هنا اش وقع ليها مع واحد الدراكي وكانت معلقه البلاكه ديال 90 في هذا المكان هذا بالضبط ياك. وجا اللور ديال الطوموبيل وحيدها بيدو هكا ومشى لعندها ورماها عليها هكا، رماها عليها ما عرفش علاش دار هذا التصرف. وقال لي هاد البلاكه ديال 90 اصلا غير قانونيه، هذه هذه بالضبط قال لها غير قانونيه. انا غير بغيت نعرف واحد الحاجه وبغيت حتى الناس حتى هما يقولوا الراي ديالهم، انما انا غادي نعطي الراي ديالي في قانون السير ويحترم الراي ديال كل واحد. انا اللي كنعرف في الماده 22، الماده 22 شنو كتقول؟ كتقول بان انا نقولها بالدارجه هكا، كتقول بان الناس اللي عاد حصلوا على رخصه السياقه في الفتره الاختباريه واجب عليهم يعلقوا في المؤخر، اسمع، في المؤخر ديال العربه علامه ديال 90 او لاكورس ديال 90 او لاكورس ديال تحديث السرعه. الماده ما كتكلمش، راه اللي بغى المرجع القانوني يمشي للماده 22 راه كتكلم على هذا الشيء هذا. تقريبا في الفقره الثالثه على ما اظن راه كتقول بان راه خصهم يعلقوا 90 ولكن الخصائص ديالها وكيفيه الوضع ديالها راه مكتوبه كيفيه الوضع ديالها. وزير النقل مازال ما خرجش واحد القرار ديال كيفيه وضع هذا القرص هذا، لا بالنسبه للعربات اكثر حجما دوك اللي كيعلقوا 80 و90 و100، واش نوضعوهم على الشكل الافقي او الشكل العمودي؟ دوك البلايك انتم راه كتشوفوهم كيعلقوا في الكيران وكذا كتلقى به 90 80 100 كذا، كتلقى هاد العلامات هادو، ولكن الطريقه ديال الوضع ديالهم مازال ما خرجش واحد القرار كيوري للمواطنين ولا كذلك حتى الدرك الملكي ولا الامن الوطني كيفيه وضع هاد الاقراص في المؤخر ديال العربه. حنا كنعرفوا بان مول بيرمي جديد خصو يعلق، واجب هادي واجب يعلق البلاكه ديال 90 اللور، ولكن كيفاش هاد البلاكه ديال 90؟ راه كاينين الناس كيعلقوا ايباد، كاين كيعلقوا هنا ما كيرضاوش، كاين كذا في الجاج، كاين كذا هنا، انما بالنسبه للدركيه او للامن الوطني قدر يعمر لك المخالفه الا ما كانش عندك انت بيرمي جديد في فتره اختباريه، خص يكون عندك في المؤخر ديال العربه البلاكه ديال 90 هكا. قال لي ها ودي كيفاش انتم صنعتوا هذه ومعلقينها؟ راه غادي تطيح. راه قال لي ها ودي راه غادي تطيح، الا طاحت تما تعمر المخالفه. وبما انك وقفتي العربه وجيتي في مثلا تعين السياره واش فيها، واش معلق داك صاحب الرخصه ديال البلاكه ديال 90 ولقيتي بلاكه ديال 90، ما كاينش واحد القانون كيقول خص بلاكه ديال 90 يكون غير كاغيط ما يكونش الميكا، تقدر تكون بقصدير بسميتو وتوضع على اليمين ديال العربه او لا ديال اليسار ديال العربه او لا في الزجاج ديال العربه او لا في الباراتشوكي ديال العربه. ما خرجش قرار كيوضح فين غادي نوضعوا هذا سميتو. كنتمنى من عند الله ان المعلومه تكون وصلت على ان اوبليجي، انا كنقول واجب، القانون كيقول لك واجب تعلق البلاكه ديال 90، ولكن فين خصك تعلقها؟ راه ما كاينش شي قانون كيقول فين خصنا نعلقوها، واش اليمين واش اليسار، او لا يجي يقول لك لا علاش حطيتيها هنا خصك تحطها هنا، خصنا قانون. وإلا كان شي قرار او لا كذا غافل علينا اتيونا به في التعاليق، واللي عنده شي راي كذلك على هذا الموضوع عطينا الراي ديالو في التعاليق، والراي ديالي يحترم وكذلك انتم الراي ديالكم يحترم. حنا كنبغيو نوضحوا للمواطنين وكذلك الناس بصفة عامة بعض المواضيع، وكنبحثوا شي شوية ونقراو شوية، والمرجع القانوني نخليهم لكم في أول تعليق، اللي بغى يقرا هذا الشيء اللي قلت أنا بالدارجة يقراه ويفهم داك الشيء هذاك. تبارك الله عليكم.